أزمة مياه يعيشها الجزائريون هذه الأيام لم يجدوا لمواجهتها إلا تخزين المياه، سواء في خزانات خاصة أو عبر ملء الدلاء والقارورات لاستعمالها في الأيام التي تجف فيها حنفيتهم من الماء. كما راكم تشوفوا رانا مع الماء، الأزمة تاع الماء هذه خلتنا نروحوا للجريكات نشروهم البيادن الباسينات، وهذه الأزمة تاع الماء خلتنا سي اوبليجي نحجروا الماء. عندنا المياه اللي تكون متحجره، ما تنساوش باللي اليامات هذوما عندنا دي كوبور دو، يعني انقطاعات في كل المدن، يعني طريقه التحجير تاع الماء نعاودوا نولوا العمليات اللي كنا نديروهم زمان، قطرات جافير في الماء الشاروب هذه ما نساوهاش. امراض خطيره من بينها التيفويد تهدد صحه كثير من الجزائريين بسبب الطرق المستعمله في تخزين المياه حسب المختصين. ما هذا ما يوليش تسمم، يولي فيفر تيفويد، والخبث تاع لا فيفر تيفويد راكو تعرفوه، سي تي مالادي ا ترانسميسيون ايدريك، يعني اذا كان الماء هذاك اللي نحنا نحجروه ونحجروه كما يقولوا في حاويات ماشي معقمين ماشي مغلسوني بلا جافيل، نولوا نطيحوا في مشكل واحد اخر. ما تنساوش حنا صرات لنا اون ايبيديمي دو فيفر تيفويد هنا في منطقه عنطايه قريبه لنا، صدقيني صراو فيها يعني وفيات وصراو كوارث. ما ننساوش بلي رانا في فتره تاع الصيف ورانا نحجروا في الماء، يعني الناس لازم ياخذوا الاحتياطات تاعهم، ويعني كما يقولوا الحاويات هذوك يغسلوهم يشلوهم بلو جافيل، هذه على الاقل باش نتفاداو هذه الاشكال هذوما، خاطرش ما يخفالكش ماشي كل مواطن يقدر يروح يشيل قرعه تاع الماء، قرعه تاع الماء راهي تسوى 15000، ماشي كل انسان مواطن بسيط يقدر يشيل فاردو اللي تكفي العائله تاعو، يلزم خطره ولا زوج دو فاردو باغ جو. ازمه اجبرت الجزائريين على تخزين المياه، ومراعاه شروط التخزين سيجنب مشاكل صحيه خطيره.